خبرينا لأي درجة بتنبسطي بس تشوفي إنه ضحكتك صارت ترند؟ في كتير أشخاص بس يكونوا حاسين بكآبة بيسمعوا ضحكة شيماء. أكيد حاجة بتفرحني قوي، لأن أهم حاجة في الدنيا إن الواحد يكون سبب سعادة الناس، فلو دي حاجة بتسعدهم يا رب دايما مبسوطين يا رب. كل شخص ما عم بيقدر يخسر وزن بحط الفيديو تبع المقابلة تبع حضرتك. بالظبط بالظبط كده، اللي هو ليه بقى قدامي مكرونة بشاميل ولا أكل بحبه ما كنتش، عشان حد يقول لي خسيتش إن شاء الله ما إيه. حبيبتي تسلم. شو بتقولي للرجل يلي بيطلع بالمرأة حسب مقاييسها الجمالية ورشاقتها، شو بتقولي له؟ أقول له بص لنفسك في المراية. على الصعيد الفني شو عم ان شاء الله؟ عندي مسلسل الحمد لله على السلامه في رمضان بطوله النجمه الكبيره استاذه يسرى وناس كتيره قوي قوي قوي، واخراج استاذ عمرو سلام. شيماء في كتير اشخاص بس نشوفهم عم بيعلقوا على السوشيال ميديا بيقولوا شيماء ما بتغار على زوجها. ليه ما بغيرش عليه؟ لا بغير عليه والله. ليه هم شافوا ايه خلوني يقولوا كده؟ شافوا كتير انه كول وعادي. هو اللي كول ولا انا؟ مين فينا اللي ما بيغيرش على التاني؟ انت قصدي عموما احنا الاثنين من غير بس في الدرع. كيف اليوم عم تحمي هيدي العلاقة من الحسد؟ بتعرفي بالوسط الفني الطلقات كتران. ربنا يسترها بقى. لا بعيد عننا بقى ان شاء الله. ربنا هو اللي بيحمي ان شاء الله. شفناكي وتحطيتي كذا مرة على السوشيال ميديا امور بينت انه معقول يكون في خلاف بينك وبين زوجك، الاشخاص صاروا يقولوا انفصلت، اليوم لأي درجة إذا كنت حاسة بحزن صرت تحرصي شو تنزلي حتى ما حدا يتهم يطلع شي خبرية غلط عنك؟ لا احنا عملنا لبعض بلوك عشان لما ننزل حاجه يبقوا عارفين ومتاكدين انها ملهاش علاقه بيه عشان نريح نفسنا. بس حبيبتي.